بدري؟ مش بدري. الايام بتجري كده. انا جيت امبارح بقالي 13 سنة. امبارح بقالي 13 سنة. المهم احنا املنا كبير في الله قبل كل شيء وبعد كل شيء. عايزين نشتغل وعايزين نعمل لله وعايزين نوصل للليفل للحجم والطريق اللي احنا اولادنا لما يجوا يتكلموا عربي يقدروا يتكلموا بثقه ويلاقوا اصحاب عرب. مش معنى عربي ان احنا العرب من الجنسيه مصري وسوري وفلسطيني. في سفير او الشيخ اقبال الندوي عربي، هو صحيح باكستاني لكن هو يتكلم العربيه، العربيه في لسان انزلناه بلسان عربي مبين ولم يكن بلغه عربيه. نحن نريد ان نحافظ على لغه الاسلام. ساعدونا ان نحافظ على لغه الاسلام. نحن نريد ان ننشئ مركز كبير، والمراكز الضخمه تكلف ملايين. تكلف ملايين، والله تكلف ملايين. عندما دخلنا في هذا الموضوع 6-7 مليون وانت داخل ضايع. فاحنا قررنا ان احنا نعمل عمل ثاني. هناخد حاجه صغيره ونحاول نشتغل عليها ولحد ما الناس تقتنع ونلاقي حد يقدر يساعدنا بدافع المصاريف. الفلوس دي. فاحنا قلنا ان احنا مصاريفنا الصغيره تقريبا هتكلف 25,000 دولار في السنه. تقريبا. فاحنا عايزين مساعدتكم هنا، فزي ما انتم شايفين على الخريطه دي تقريبا جمعنا ما ياخد من 15,000 من 35 طبعا عشان نقيم رمضان. والحمد لله في فلوس ثانيه وفي هنا 25 مكان، فعايزين نبدا. هل في امكانيه؟ ان انا مش هقول لكم والله انا عايز اجمع 10,000 و20,000 و5,000، انا عايز اجمع يعني المبلغ اللي فاضي 20,000. انا نفسي ب 15، نفسي ب 10 او 12,000، ده اللي نفسي انا فيه. الله اعلم هعرف اوصل الرقم ده ولا لا، وعندي 3 دقايق. ده اللي مسموح لي بيه. فهل نبدا ونقول يا هادي يا رب؟ وزي ما قلت لكم انا مش بروفيشنال فاند ريزر، فالحمد لله يعني انا هحاول قد ما اقدر. هل اقدر الاقي حد يرفع ايده ب 2000 دولار؟ هل الاقي حد يستفتح ويقول يا رب يا هادي ونلاقي 2000 دولار يساعدونا يبدا العمل ويفتح المزاد على الخير وعلى الفضل؟ ها؟ تقول يا رب يا هادي؟ مفيش، صعب صعب. ادي واحد، لا اله الا الله اكبر ما شاء الله. ادي واحد 2000 دولار. سجل يا عم 2000 دولار فرصه، خطوه يا ابني. ان شاء الله، والله ان شاء الله سنجد الخير. والله انا متفائل. انا متفائل لسبب ان احنا بنحاول نتقدم. والله المكان كله مكان فكره، والله المكان كله في نوفمبر اللي فات كان هذا المكان ليس موجود. تمام. اخونا فراس قاعد اهو، انا اخدت رايزنج ستار، تعالوا ايه رايكم؟ والله السنه اللي فاتت نوفمبر السنه اللي فاتت الياس باسم قال، وسبحان الله احنا قاعدين اهو فيه، ويا عالم السنه الجايه نكون فين؟ فسبحان الله عايزين مساعدات. سيب ال 2000 عشان 2000 تقيله، نخش على 1000. حد يقدر يساعدنا ب 1000؟ ادي واحد ما شاء الله، بسم الله الله اكبر. واحد 1000، ادي واحد. نقول واحد كمان، واحد كمان بس. قربنا. ما شاء الله ما شاء الله. اثنين، ثلاثة، ما شاء الله بسم الله الله أكبر. ثلاثة أهو، فين اللي هقوم يا جدعان من السيرة دي؟ إن شاء الله خير بإذن الله. أنا الوقت بيجري، مش عايز أطول عليكم. طب ننزل على طول عشان السرعة. هل نبدأ بخمسميات؟ أدي واحد 500، أدي اثنين، ثلاثة ما شاء الله، أربعة 500، أدي كده كام؟ 2000 وثلاثة 5 وأربعة و2000 كمان 7. طب ما شاء الله، ده أنا قربت من اللي أنا عايزه. 5، ها قربنا، فاضل 4500 كمان. عايزين نخلصهم. 4500. طب أربعة بس. طب ناخد 500 كمان؟ آخد 500؟ مفيش 500. في إيه؟ ما شاء الله. ما شاء الله ادي 6، فاضل 4500 كمان ولاحظ، ها 4500 بعدوني وانا بلاقي قاعد انا واقف، ها واحد كمان. طب نسافر شويه مش مهم، ناخد 250، نص 500، نص 500 250، ها استغفر الله كده وقول يا رب يا هادي. 250 ما شاء الله الله اكبر.
ايدينهم. والله انا مش مصدق اللي انا بعمله. انا اول مره اقف هذا الموقف. اي اتنين ما شاء الله. الله اكبر ما شاء الله. والله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اسمحوا لي ثانيه بس. والله سجد الشكر يا اخي في اي اتجاه. سجد الشكر والله في اي اتجاه. سجد الشكر في اي اتجاه. انا والله فرحان فرحان فرحان. والله يشهد الله ان انا فرحان باللي بيحصل. وفرحان ان احنا ربنا جعلنا سبب ان احنا نجتمع. وجعلنا سبب ان احنا نشتغل مع بعض. وجعلنا سبب ان احنا نربي عيالنا. ان ده همي الاصل. خش على يومية عشان انيس الشباب. لو معاكم ميات حاولوا. ميات ها. عايزين مية. ادي واحد بسم الله اكبر واحد. ها. الله. الشيخ اثنين. الشيخ. يلو. الشيخ ده دعوته مستجابة. المية بتاعته. المية بتاعته كتير. بركة المية بتاعته. والله يا ربنا يبارك له. ادي مية اثنين. ها. ثلاثة. النساء يعني شجعوا نفسكم وانفضوا ايديكم. انا مستعد. ثلاثة ما شاء الله. أربعة. خالد. أربعة. ها. خمسة. ما شاء الله الله أكبر. ما شاء الله. ما شاء الله خمسة. مين؟ أنا مش شايف. ستة. كده كام؟ 600. 600. ده احنا كده قربنا خالص. طيب عشان نخلص عشان ما أطولش عليكم. أنا زي ما قلت لكم أنا يعني أنا ممكن أقف وبس مش عايز الصلاة وعايز أنكم تنبسطوا معانا. الغرض الاساسي والله من تجمعنا محبتكم في الله وان احنا نلاقي مكان نخلي بالنا عليه. اخر حاجه هخلص بيها هي المنظومه اللي عملها اخونا خالد اللي هو ابن اخونا احمد هاشم من الشباب بتوعنا اللي جه وهو صغير. انا شفته عمره كام سنه؟ عمره 7 سنين تقريبا. كان مصطفى ابني وقتها 5 سنين. ما شاء الله ربنا معانا وما شاء الله عليه. البلوك من ده ب 45 دولار. ده ايجار شهري، ده هيمشينا. هل استطيع ان انا اخد توقع منكم ان حد يقول لي انا هدفع كل شهر 45 دولار؟ كل شهر معانا 45 دولار يبطل كوبايتين قهوه في اليوم. انا عارف ان كل واحد يقول لك انا بدفع 30 انا بدفع. ادي واحد ما شاء الله الله اكبر ما شاء الله. اللي عايز يكتب من فضلك 45 دولار وتكتب مانتلي عشان نعرف نشتغل عليها. ادي اول بوك يبقى كده عندنا 26. ها عايزين ممكن كريدت كارد لو حد عايز يدفع كريدت كارد. اه ممكن بكريدت كارد. الكريدت كارد مقبول كله مقبول ان شاء الله. ان شاء الله. يعني احنا يعني عشان مش عايز اطول عليكم قدامي كتير بس وخلاص خلصت. فيعني حتى لو عايز اثنين يشتركوا في واحده مش لازم. ممكن تعرفين احلى حاجه بتعملوها ايه؟ والله بجد يمكن انا كتير بعملها وكتير رسول الله امر بيها. لما رسول الله واقف مع عبد الله بن عباس وركب وراه مش يقعد يقول النكته او ضيع وقته. ما ضيعش وقت رسول الله. ما ضيعش وقت يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله. الله ما ضيعش وقت. غلام صغير انت فرصتك. هات ابنك هنا معانا علمه حفظه ساعد ابنك وانت خارج معاك 5 دولار، معاك 2 دولار، معاك دولار. هات ابنك الصغير قول له يا ابني خد الدولار ده حطه في الصندوق ومش لازم بالمناسبة احنا بنقول لكم تعالوا عندنا، لكن لو انتوا في اسنا في اكنا في اي حتة اعمل الكلام ده. احنا بنشجع اي حد ونمد ايدنا لاي حد واحنا مش ضد اي حد. احنا مع اي حد. كل من قال لا اله الا الله محمد رسول الله فاحنا بندفع بيه وبنحاول نساعده على قد ما نقدر عشان ربنا يسهل لنا ويهدينا للصالح. جزاكم الله عنا خيرا. والله يعني انا من قلبي بشكركم ومن قلبي بتمنى لجميعا ان احنا نلتقي في هذا السنه القادمه